دائما أساعد زياد بتوثيق أوراقه بالشغل. المشكلة أنه زياد دائما يتنقل وبأغلب الأوقات ما يكون بالمكتب، ومو بس هيك، المكتب صار مليان أوراق وحتى الخزاين قامت ما تكفي أشياء أكثر من هيك. يعني تقدر تقول أنه الموضوع صاير فوضى. لما شاف خليل الوضع قال لنا ليش أنتوا عايشين بالعصر الحجري لحد هسه؟ ليش؟ أكو حل أسهل؟ قال لنا خليل عن جهاز يقدر يصور الأوراق ويحولها لصورة على جهاز الكمبيوتر حتى تحفظها بسهولة وتقدر تلقاها بأي وقت، حتى تقدر تطبعها وتعدل عليها همين. وهيك صرت أقدر ألقى مكان بالمكتب الميز البليارد. شنو الجهاز اللي حل مشكلة الملفات؟